11 و7 ديال الطفاه. مرحبا بكم من جديد في شاده الاسره. علاش هذا فما شنو هو التجربه والجديده؟ اكيد كالعاده مع الشيف هدى اليداري الخبيره في الطبخ. الا بغيتوا تتواصلوا بنا وتطلبوا شي هو اللي بغيتوا تواصلوا معنا على 05 22 36 10 36 او 05 22 36 10 36. كذلك عبر الاس ام اس 5566 ديال الدراهم تي تي سي. قبل ما غادي ناخذوا ونبداو باول شهيوه غادي نبداو بشي شهيوه من اقتراح الشيف هدى اليداري. شنو بعدا اخبار الشهيوات في المدرسه؟ شنو الشهيوات اكثر طلبا؟ بزاف دابا بسيط لا تمسيمات معمرين ليكيش بريوات هكا لي سيجار اخر ما تحس شوسون ضروريه هذوك يلاه خدمناهم بطبوط معمر ياك خيب هادو بزاف كيوليو الطلبات عليهم كثيره كثيره حتى مع التلاميذ. شوف انا كندوز واحد رمضان زوين مع التلاميذ. عندي الطلبات اللي تفكرتها البارح كان عندي رايب بطريقه جديده مع طريقه جديده ربما في المذاق. قالت لك هذاك ديال ياغورت ولكن يكون واش كاين شي واحد اخر بدا من غير ديال اللي في الياغورت مثلا وعصير بالحليب فواكه بالحليب بطريقه جديده. كذلك تقول اولا بمذاق جديد مهم بهم بير اختال زوين غنعطيهم الجديد اللي عقلت عليهم. نبداو بهم يلا وديك الساعه نكملوا ان شاء الله. نعطيو اليوم الحشوات ديال البطبوط تكون بارده الصيف هذا كيبغي الناس ديك الحشي الحشي معروفه هذه الطون الخصو لا كاين كتزيدو علاش حتى تصوري شي هني ديري دجاج ولكن جميل نبدلو شويه لا عرفتي امينه الجميل يا ديري حنا مولفين يا اما الطون الخوص المايونيز ما كنعرفوش راه كاين لحم دجاج كلهم حوت كيكونوا بادين نباتي ماشي نبات ما كاينش حاجه اخرى نباتيه وينه والله الحوت راه الطون راه ماشي نباتي ولكن اضعف الخضر الخضر بوحدها ما يمكنش ضروري حسب ديري تفصيل الخضر بحال ما عندي اليوم تفصيل ديال الخضره سليم والله غادي نحل اليوم ما كاينش شي حاجه ضروري خصك تدخل فيها غير هي ممكن تكون بارده الحام الدجاج لا دان مثلا ولكن تكون بارده حتى في كتجي بحال الشاورما ياك كتجي بحال الشاورما حسب لا تكون بارده يعني ما كاينش الدجاج ويطيب ويتصاود ويدخل الثلاجة حتى يبرد عاد تعمر به الحشوه هي تكون فوق منه واحد الصلصه اللي جميله اللي تعطيك المذاق جديد حيت حنا داك الشيء بحال دابا لا درتي الدجاج ولا اللحم بادين ما غيجوك ناشفين خصهم باش دوز تمام ملي كتكون صلصه كتكون صلصه زوينه ما كيكونش داك الاشكاليه وحتى ملي كيكون طريفات رقيق بزاف رقاق الشمال ما كتقطعي من الشوكين شرائح رقاق تقدري دوزيهم طبعا ملي كيكون طريفات راه شتي بالضبط الا بغيتي نباتي كيكون مجموعه الخضر مي كتكون بحال دابا كديريهم كتدخلي معاهم الفرماج كيجيو لذاذ تجيبي خضر اي نوع ديال الخضر عندك فلفله خيزو بطاطا دنجال قرعه هادو كلهم كنقطعوهم مربعات صغيره بحال عندي داك العصوب عشان داك العصوب اللي كنديرو وكنشحروهم في الزيت معلقه ديال الزيت ماشي بزاف ودرس ديال الكريمه وشويه ديال الربيع عصير الحامض قزبر يابس ومليحه وشويه البزار والكمون حبوب الكمون يكون بدي حبوب هادو كلهم كنشحروهم كندير معاهم واحد كميه ديال الماء صغير ونخليهم يطيبو حتى ينشفو في الماء ديالهم بعد ما كيطيبو حتى كيطيبو صافو كينشفو كنزيدو عليهم شويه ديال عصير الحامض حيت في الاول كندير واحد نص معلقه ومن بعد كندير نص معلقه اخرى وكنزيدو عليهم واحد الصلصه اللي هي كتكون صوبه بالفرماج اولا باقي سخونين بحال اللي كندير لهم انا باقي سخونين كنزيدو عليهم الفرماج اللي هو مثلث ولا مربع زيديهم عليهم باقي سخونين كيعطيو واحد التعليكه وبدا يتعمر بها تعمر بها البطبوط هنا كنعمروا بها البطبوط الصغير يعني كنحلوا بها القص ونقدروا نعمروا بها حتى البطبوط ممكن بطبيعه الحال تجمعي ديك الطيبطه في العجينه وتخليها ترتاح وتقرصي تجي تنسمن ملي غادي نضيفوا عليها بصله مبشوده رقيقه ونضيفوا عليها واحد خيزوه وحده محكوكه هكاك رقيقه باش تدير ديك الخطوريه وتعطيني واحد الصلصه اللي هي كثيره تعطيني واحد بحال اللي كنقولوا حنا خضره مشرمله اما اللي غنديرهم في الطيبطات غير هكا الشيء اللي درنا اليوم غير هكذا درناهم في هادي وزدنا عليهم داك الفرماج المثلث ولا مربع كيجيو داك ما كيجيوش ناشفين الخضره لان زدتي في هذاك الفرماج داك الفرماج كيعطي واحد الصلصه ايوا بلاتي نسجلوا معاك هاد الوصفه هادي يلا على بركة الله ديال نكتبوا عليها العمارة ديال البطبوط عمارة البطبوط باردة عمارة البطبوط باردة بدون لحم بدون دجاج بدون أي حاجة نبدلوا شوية على اللي كناكلوا دائما بالخضر أي
الاقتصاديات سهله. يلا اي نوع ديال الخضره عندك؟ عندك خزوه، قرعه، بطاطا، الدنجال، اللوبيا، الجلبانه، اي نوع ديال الخضر كتفضلي؟ تاع الخضر اي نوع؟ مربعات صغيره. مربعات صغيره جدا. ايوا وكنديروها في واحد المقله، كنديروا مع ضريس واحد ديال الثوم محكوك بحكاكه رقيقه ولا معوس، كنوضعوا معها شويه ديال الزيت وكنشحروها. نشحروها ديال نجيبوها، نضيفوا شويه القزبر يابس فيها مليحه، نص معلقه عصير الحامض، كنوضعوا معاها شويه الابزار، شويه الكمون حبوب. دابا الحال كنديهم ونجيبهم كنشحروهم هكا. ينفعش كمون عادي؟ ينفع، ولكن الكمون حبوب حيت عنده واحد النسمه زوينه، حيت ملي كنمشيو نشريو كمون بلدي ما كنلقاوش نطحنو، كتعكسي دابا انها تشريه وتنقيه وتطحنو، فوليت كنقول لهم غير تستعمل. انا كمون حبوب لذيذ يعني، هو كينسم، هو لذيذ. وديك الحبيبات كندير لهم؟ كيذوبوا، كيبقاوش باينين هكاك. شحال من الحبه نديرو؟ وراه غير شويه، راه غير سته ولا سبعه ديال الحبات اللي كترميهم، لان مجهدين هو. هو كيجي زوين في هذا، بحال هكا في هذا البطبوط كينسم بزاف. كنديهم وكنجيبهم وكنديرو كويس ديال الماء صغير وكنغطيو ديك الكسره وكنخليوها كطيب. ملي كطيب كنخرجها تنشف في الماء ديالها نهائيا. ملي كطيب اخر حاجه كنديرو هي الفرماج. ملي كطيب وكنطفيو عليها. نسيت ما قلتناش المعدنوس، ملي كنبداو نضيفو الماء كنضيفو شويه ديال المعدنوس ونخليوه يطيب. ملي كيطيب كنضيفو ديك نص معلقه صغيره اخرى ديال الحامض الراعي، بان الا كان الحامض راه الملحه خصنا نقصوها شويه ما تكونش مفتيله. كنضيف نضيف الفرماج، ضيفي ثلاثه اربعه الفرماجات على حسب الاختيار. والعصير الحامض، عصير الحامض نص معلقه، نص معلقه صغيره. وكتديهم وكتجيبيهم هكذا حتى كيدوب فيهم ديك الفرماج، بحال النار كتكون طافيه كتكون طفات. هما تقدر تصوبي الخضره بكري غطيها الوقت اللي غتعمري بها نزيدو الفرماج، تسخنيها مزيان عاوتاني عاد زدي الفرماج. الفرماج كنحلو وكنبداو نديروها مباشره، كنلاحظوا بان داك الفرماج كيعطيها واحد الصلصه اللي كتكون بيضاء وخفيفه، يعني ما كتجيش ديك الخضره غير بوحدها ناشفه، يعني داك الفرماج كتجينا شويه فازقه. فكنهزو ديك المعلقه كنبداو نعمرو بطاطس وكنزينوها، نفرشو الخس بطبيعه الحال، واللي بغى يزيد شويه ديال الفرماج احمر من الفوق يزو، اما هما يتقدموا غير هكا كيجي بالبيض. نعمر البطبوط ونضيف فرماج احمر اختياري. واخا قلنا نفس العماره ممكن نديروها العماره ديال البطبوط في الفران ياك؟ اييه نفس العماره. شنو نضيف لها؟ غادي نضيفوا ليها بصله مشحره، بصله كبيره تكون مشحره رقيقه، حتى هي تشحر هي الاولى، عاد كنضيفوا لها الخضره تشحر. كنضيفوا ليها لالا خزوه اللي تكون محكوكه بحال بحال المسمن، خزوه كبيره كنحكوها بحكاكه رقيقه. الخزوه راه درناها مع الخضره. لا باش تعطيني الصلصه، لان غادي ندير بطبوط كبير ماشي بطبوط صغير. فهمتي؟ غادي نحك واحد خزوه بحكاكه رقيقه ونضيفها على ديك البصله ونخليهم كيتشحروا هما الاولين، عاد كنضيف عليهم ديك الخضره عاد كنشحرهم. نفس الطريقه كتبقى هنا في البطبوط كبير او في المسمن اللي بغى يزيد شويه السودانيه او شويه تهريسه كتبقى له الحريه. الهريسه كتجي مع الفرماج؟ قبل شي مشكل؟ السودانيه ماشي هريسه، سي هريسه ما كتجيش. السودانيه. السودانيه. السودانيه غير شويه منها كتعطي واحد النسمه زوينه بزاف. ونفس هانيت ديال المسمن. بطبيعه الحال نفسها كتعمل بها السيمات ديك الرغيفات الصغار. المسمن في الفران. اي الخضر. واخا. طيب الريب الا بغينا بمذاق اخر ولا بشكل اخر؟ الريب انا شخصيا جربت واحد الريب وعجبني. طريقة مختلفة على اللي كنتناولوه دائما، فعطينا طريقة ديال الريب للسيدات اللي كتنجح ليهم، اللي عطيناها كتحضروها بالياغورت وكنديروا سيتور ديال الحليب معاه واحد الياغورت معاه هادي. فمني كنديروا ذاك الياغورت كناخذوا ان كولي دو فخوي، يعني كناخذوا ان كولي دو فخوي، كناخذوا بحال دابا خدينا خوخة ولا خدينا شي حاجة اللي هي فيها الما الفريز أو لا الخوخ أو لا مشماش او بزاف ديال الانواع، الكيوي، كلشي هاد الانواع. شوفوا ليكم حريه الاختيار في الفواكه اللي نتوما بغيتو تضيفوا ياك. ممكن غير البنان، ممكن نجيب بنانه نمعسها، نمعسها رقيق هكا بالفرشيط تكون شويه رطبه، وكنضيف هذا داك الخليط ديال الحليب والياغورت. انا شخصيا كنصوب كل دو فخوي هي كناخذ خوخه بلاتي بلاتي باش نسجل معاك.
واحد السؤال بعدا قبل حيت كنحط دابا هاد الوصفه اللي عطيتيني بالنسبه للعماره ديال البطاط سمحي لي غادي نرجع ليها الوصفه الكبيره كتشحر هي الاولى ولا مع خيزو؟ لا تشحر هي الاولى عاد نضيفوا لها خيزو عاد خيزو الخضر عاد الخيزو واحده واخا عطينا دابا هاد الريب بطريقه اخرى الريب كناخذوا خوخه يعني غير خوخه وحده كنقيها كنقطعها نقيها ونقطعها كندير معاها معلقه ديال سيده ندير معاها معلقه كبيره ديال سيده ونطحنها نطحنها وحده او زوج على كل نتوما حرية درتيها شحال بغيتو مي وحده في السطر ديال الحليب حتى كتاخذ هي اللي كنسميوها بوي دو فخوي اللي كتولي عندي واحد العصير اللي هو خاطر يعني غير الخبز والسكر هذا السحور رائع هاد الكولي ملي ما كديريش الريب حلو كديري غير الياغورت كريمين ولا الياغورت عادي مع السطر ديال الحليب حتى كيدفى الحليب وتزيدي فيه ديك الياغورت وتزيدي فيه هاد الكولي دو فخوي هاد الخوخه تزيدي فيه هاد الخوخه هاد الكولي هذا شنو ممكن يكون من غير خوخه بنانه بلا سكر يعني هادي نعسوها مزيان تتمعس ونضيفوها ممكن يكون مشمش نطحنوه حتى هو مع معلقه ديال السكر بحال دابا 4 ديال الحبات ديال المشمش كنطحنوه مع معلقه سنيده وحده ممكن نستعمل هذا الليمون يعني عسل الليمون حتى هو كيجي زوين بزاف عسل الليمون مع الحليب انا جربت البارح واحد العصير عجبني بين الحليب والليمون وجا زوين ولكن انا دائما العصير بدون سكر كنعتمد ديما على حلاوه الشاي نديرو فيه الليمون نديرو فيه واحد جوج معالق كبار ديال الليمون كيجي رائع غير جوج معالق غير جوج معالق كبار ديال عصير الليمون بنان عندك الخوخ عندك الفريز دابا سي تبارك الله كاع خازني من الفريز عندهم عندك حب الملوك حتى هو كيجي زوين بزاف فكلهم فواكه اللي ممكن نرقدوها بشويه غير هي منين نديرو الفواكه نديرو لها السكر نخليوها شويه طلق الماء ديالها ماشي مباشره نطحنو لان ما تحليش نخليوها حتى كتعطي واحد النسبه ديال الماء كيبان لك داك السكر داب وديك الساعه كنطحنها باش تولي عندي انكولي اللي هو كنحضر به كيولي عندي هو السكر ولا اللي كنقولوا هي الحلاوه اللي غادي تحلي لي داك الرايب الناس اللي كيتبعوا حميه ولا الناس اللي عندهم السكر ياخذوا فاكهه اللي مسموح بها لان مسموح بفاكهه وحده هذيك الفاكهه اللي مسموح بها واللي كل مريض بالسكري عنده واحد الفاكهه اللي مسموح بها هذيك الفاكهه هي اللي ممكن تمعز كيف ما ممكن تفاحه الناس اللي هادي ممكن تفاحه كداوي اللي كي عندهم حميه ديال السكري فممكن ياخذوا تفاحه كيجيبوها ماشي غيديروها بحال دابا واحد ربع كاس الماء ياك واحد نص معلقه ديال الزبده صغيره ويديروها حتى كتسلق كتنقى بطبيعه الحال وتحيد لها القشور ديالها والعظمه ديال داك الشيء وكنديروها كتنقى وكتقطع وكنديروها في الكاسرونه واحد ربع كاس الماء نص معلقه ديال الزبده وكنخليها حتى كطيب في الاخر كنديرها حتى كتبرد كنمعسها مزيان بواحد الفرشيط وهي اللي كنضيفها عوض داك الكولي ديال الفخوي هي كتنسم بيني وبينك الناس السكري اليوم دائما تيكون طبيعي عادي طبيعي عادي عادي ما كيجيش مذاق احسن اذا درنا مثلا كريمه ولا بمذاق احسن ولا بمذاق فخاز ولا بمذاق لا حيت حنا نعتمدوا هنا على الفاكهه اش بنقول لك مثلا كل ما بدلنا الفاكهه نقدروا نديروا المذاق ديال الفياو لا ديري لي ياخذ كريمه كيجي زوين بزاف كريمي هو ديال جوج دراهم وخمسين ديال 50 ريال هذاك هو الرائع يعني في اي فاكهه درتيه كيجي زوين لان كيجيك الريب كريمي كيجيك الريب ماشي قازع كيجيك رطب كل ساترو كنديرو غير ياغورت واحد ولا كنقدرو نديرو كثر نقدرو نديرو الساترو نقدرو نديرو حتى لترو ديال الحليب لا لكن ياخذ الوقت ياغورت واش لا الساترو الحليب ياغورت واحد ما فيهوش واحد ما نقدرش ندير واحد لا غير سترو ياغورت كولي دو فخوي هو الناس اللي كيتبعوا الحميه هذا كيجيهم زوين الناس اللي كيتبعوا الحميه السكري كيجيهم رائع علاش؟ لان كيديروا الياغورت بدون سكر ولكن كيحليو بديك الفاكهه يعني اللي مسموح بها واغلبيه الناس مسموح لها بالتفاحه فهاد التفاحه كتنسم كتجدد واخا عطينا دابا عصير بارد جديد بالحليب داك الشيء مذاق زوين يلا اذا غادي ناخذوا الحليب اللي غادي نستعملوا حنا انا نعطيو غير سطرو ديال الحليب انت شحال ما عندك في العائله ديري زيدي فسطرو ديال الحليب كنستعملوا هنا نرجعوا لواحد النقطه اللي هي مهمه ما نبقاوش نعتمدوا على فاكهه وحده اللي كتنسم وكتلذذ ليا بزاف ديما كنقولوا لا لافوكا زوينه لا كاين غير تفاحه وبنانه كيلذوا من داك الشيء لافوكا بوحدها واحدة أخرى
ولكن غاليه صافي دابا دابا راه ماشي عليها شنو الكرام ياك ما تتبانش دي باني مشكله لا هي شوفي العصير باش يكون جميل اول حاجه انا كتعجبني في العصيرات صوبي كلاص كلاص كنا كنعرفو صوبي كلاص عطينا انواع ديال الكلاص راه كاين كلاص غير ياغوت يدوز ياغوت وصوبتي كلاص ياك كتقولي كلاص ما وصلتش ليه باقي ما وصلتش ما وصلتش كلاص ياغوت كنت نكتبو لك ساهل كنصوبو كلاص حلو بعدين تكون عندي في المجموع ديال الكلاص طبيعي كلاص فاني فاني ولا الا صوبتي بحال دابا يطرو ديال الكلاص كيما سوسلي ديما الحاجه اللي كتكون مجمده فيها مذاق زوين اللي تتكون سوسلي وتنزيدو على شي عصير كتجي بنين بزاف ميتشي برافو عليك هذا هو اللي بغيت نوصل ليه فالسيدات ملي كنديرو كيدير غير الثلج كاين اللي كيدير الثلج ولكن ملي كديري كلاص كيجي جديد كلاص شتي ديري غير تفاح وبنانه وديري معلقه كبيره ديال الكلاص وعصير ما على الدماء ممكن تاكل جديد ايوا على هاد الحاجه خاصك تعطينا الكلاص هو الاول الطريقه السهله باش نديروه بعدا في الفريكو عاد نشوفوا ناخذوا الكلاص ناخذوا الكلاص سهل الكلاص احسن كلاص هو اللي ما كاينش فيه لاكريم عرفتي اللي ماشي كاع كلاص المهم كيكون في الثلاجه باش نهزو ونزيدو على العصير اغلبيه الناس كتلقاو الاشكال ديال وحده الكريم فريج كاش دابا ما كايناش ماشي ما كايناش واحد البلاصه ما فيهاش واحد المنطقه اللي غير اللي كاين فين ما تكونش فيه بجوده زوينه ما عندك السر كتكون نيه يعني حتى هي تربي فيها ما كتطلعش الا ما كانت ديك ديال البواطه ولا ديك اللي الثمن ديالها عالي البواطه ماشي اي بواطه دابا كاين اللي كتلقيهم ولكن ما زوينينش راه كاينين ديال البواط اللي الله يجينا السيده فاش راه بالسن ديال 70 درهم كتجي عندي كتقول لي ما صدقتليش انا شريتها بالسن ديال 70 درهم وما صدقتش يعني حرام فاحنا غنهنيوكم على كاع من ديك القجده ونصوبوا كلاص بدون قجده جميل ساهل انها كتبنن معليش تبنن اختي في العصير غيبنن على الحليب وبنن احنا غنبنوا دابا هاد الداس صوبي هاد الكلاص ما تحسيش به يلا اذا غادي ناخذوا السطرو ديال الحليب ياك هذاك السطرو ديال الحليب كناخذوه بارد كنضيفوا له المعالق كبار ديال السكر يعني كان في الفريكو لا عاد في الثلاجه ديال غير من الحانوت ديال الثلاجه ايوا كيف غطيبيه داكوغ فهمتي ديرو في كاسونه كنضيفو عليه كنضيفو عليه الى جمعة الكبار ديال السكر سنيده وكنضيفو عليه جمعة الكبار ديال المايزينا ونشا ياك وكنضيفو عليه واحد الفرشية ديال الفاني سكر فاني العادي كنضيف عليه كنطرب طرب يدوي بسرعة ونحطو على النار كنحطو على النار حتى كيدير بلي يختار مجرد بانه كيختار كنضيف نص معلقة صغيرة ديال الزبدة الناس اللي كيتبعو الحمية كيتفاداوها حاجه زبده نهائيا كنحطوه في واحد الاناء يعني واحد العلبه وكنضيف عليه مباشره من بعد كنحطو يبرد هكذا كنضيف عليه 8 ديال القطع ديال داك الشوكولاط ديال 4 دريال داك البيض الشوكولا بيضاء كنضيفها عليه ياك كنضيفها عليه كنطرب مزيان ياك وكنضيف عليه جوج فروماجات جوج قطع ديال الفروماج مثلث ولا مربع لك حريه الاختيار وكنضيف عليه جوج ديال الياغورت كريمي ياغورت كريمي اللي ب 5 دريال بالسكر عادي طبيعي وكنطرب مزيان هادشي كله وكنحويه في واحد العلبه وكنخليه تيبرد شويه حتى ما يبقاش عندي سخون نهائيا وكندخلو للمجمد كيولي عندي كلاص جديد شي غير هزي جربوه حبيباتي وديروا غير بحيده هكا شي بلاتي حبيباتي كلها هذا الحليب فاش زدنا عليه معلقه صغيره ديال الزبده باقي سخون ماشي مشكل مشكل باقي سخون خوي عليه الشكلاط لا ماشي بالعكس بغينا يذوب شنو غنديرو قطع ماشي غنذوبو لا ما نذوبوش حنا مريم فهمتي غير جيبي الشكلاط تقطعي حاولي تقطعي مربعات صغيره باش يذوب بسرعه هو باقي سخون نضيف عليه 8 قطع اوكي صافي نخليه وندخلو المجمد الدور ديال الشكلاط هو ملي غيدخل المجمد الشكلاط كيقبط عندك مايزينا وعندك الياغورت كيطلق شويه عطيه بحال دابا صوبتي واحد 4 ساعات 3 ساعات 4 ساعات صوبيه دابا كلشي عندنا في الدار نصوبو دابا ونديروه هنا للفطور يجي كلشي عندك في الدار يلاه حنا غنشريو هادشي واخا غادي نرجعو من بعد لحظات باش نعطيو العصير دابا تركي يعني ماشي بزاف يعني ديما هذا ولكن كنشارك كنكتب ديما في الواتساب الوصفات ديالي والحمد لله جاب ربي تيسير دابا ربي تيسير ربدان برزقو كيف ما تنقولوا بصحتك وراحتك حسنه شنو هي الوصفه اللي شاركتي بها وربحتي بها حلوه ديال الكوك اش من دقيق دقيق ديال المزيه حلوه الكوك بالدقيق مزيه تعطيها لينا اها تفضلي
خمسة ديال البيضات. خمسة البيضات. ثلاثة الكيسان ديال الزيت. ثلاثة الكيسان ديال الزيت. جوج كيسان ونصف ديال السنيدة. ثلاثة الخمارات. ثلاثة الخمارات. دقيق مزية حسب الخليط. الزين حلوة من اللي طيب تنغمسوها في الكوك. وسميتو تنخليوها طيب تتفقع. واخا الطريقة هي هادي كنجمعوا البيض مع الزيت والسنيدة والخمارات. ايوا والخمارات كاملين هذا وتنحطو وحده متبعدة على الاخرى بلاتي نخلط كلشي وكنديرها كويرات. تنديرها كويرات. كويرات صغار. كويرات صغار لان فيها الخمارات. فيها ثلاثة ديال الخمارات. واش هادي ريش بوند ولا ماشي هي؟ تقريبا ريش بوند بحال هي نيت. هي نيت. ايوا صافي تنحطوها متبعدة على بعضها. تنحطوها في الفرن المدة ديال 25 دقيقة تقريبا. ندخلها الفران 25 دقيقة. وتنقدموها بالصحة والراحة. وملي تخرج ريش بون تنغطسوها في الكونفيتور. نغطسوها في الكونفيتور ونديروها في الكوك. نوجدوها في الكوك. نغطسها في الكونفيتور يكون جاري ولا سخون شوية ياك دافي شوية. يكون عيدة في شوية. شوية وندوزها في الكوك. واختي نكمل لك الوصفة تتربحي السنسلة والقلب ديال الدب وانا نكمل لك الوصفة حسناء ولا شنو؟ ماشي مشكل. بصحتك وراحتك حسناء من القنيطرة. شكرا ليك. الله يبارك فيك علينا وعليك. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا على الاتصال ديالك وكذلك او على المشاركة ديالك والفوز ديالك حسناء ربحات السنسلة والقلب ديال الذهب في مسابقة السعادة مزية. وحتى انتم يمكن لكم انكم تربحوا السنسلة والقلب ديال الذهب. والمشاركة سهلة. بعتوا بوصفة فيها دقيق مزية على 5566 SMS 8 درهم TTC أو لا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك أسرة سور شدا اف ام ولا على الرقم 06 19 44 44 37. كنتوا معنا في مزية شدا الأسرة على شدا اف ام. شيوات مجربة ولذيذة مع هدى اليداري. نرجعوا لك ولا هدى ونكملوا العصر ديالنا. اي حبيبتي. واخا حنا غادي نصوبوا دابا العصر. ناخذوا الحليب. اي سترو. سترو ديال الحليب. هنا لهم حريه الاختيار في اي فاكهه. اي فاكهه فريز خوخ برقوق اللي بغى شي حاجه. زائد شحال ديال معلقه كبيره ديال الكلاص معلقه او جوج معالق لهم حريه الاختيار. الكلاص كيكون الدور ديالو هو كيختر. فهنا غير باش نقولوا لهم منين نديروا الكلاص نحاولوا اي نوع ديال الفاكهه كيف ما كان نوعه تفاح بنان. غير هنا اضافه نص بنانه كتجي رائعه مع هذا الكلاص. فكيف ما كان النوع سواء درتي المونك سواء درتي الفريز سواء درتي التفاحه سواء اللي درتي المهم كنضيفوا واحد نص بنانه. هي كتكون وحده من وحدات ديال الاسرار ديال الكلاص باش كيجينا خاطر. ايوا بدون ما نضيفوا السكر. يعني عندي الكلاص حلو وعندي البنان حلو بطبيعه الحال غتكون الفاكهه غتكون حلوه. واخا فنزيدوا حتى مره نجربوا السوريز. حتى السوريز كيجي رائع في العصير. فقليل فين كنسمعوا شي حد كيستعمل السوريز. السوريز كنقطعوه لان دابا تبارك الله السوريز ولا كبير. فنقسموها على جوج نحيدوا العظم ونديروها ماشي ما غاديش نديروا بزاف. انا كنقولوا نديروا غير نص رابعه ديال السوريز مع بنانه ومع الكلاص راه غيجينا عصير رائع. واخا هضرتي على البنان كاين فيه واحد المشكل. انا بعد عندي فيه المشكل انا ديما تي واخا تديري ديك نقيطة ديال العصير الحامض تيكحل هو خلاك كتشرب ديك الساعه ما لا هو خصو تطحن وتشرب على انت تطحن عصير تخلي واحد شويه ساعه ديري الفريز ما غاديش يبان لون. ديري نص بنانه والفريز ما غاديش يبان لون. السوريز بنانه ما تمسكحلش لينا العصير. لا نص بنانه مع الفواكه ما درتيها مع الفريز ما تكحلش لك العصير. المهم اللي خافي كحل ما يديرهاش كاع معلقه العصير الحامض صافي. طيب اذا جاوبنا على الريب جاوبنا كذلك على العصير يمكن لكم انكم تطلبوا اي شيء وبغيتوا من الشيف هدى اليداري باتصالكم على 05226 1036 او 05226 1036 عبر الاس ام اس على رقم 5566 او اس ام اس كيقول السلام عليكم عافاك تعطيني هدى المقادير ديال لي كوفخي. فاطمه من فاس بريوات كيدهنوا بالحليب. كيفاش بريوات كيدهنوا بالحليب؟ كيفاش كيدهنوا بالحليب؟ قال لك واش البريوات كيدهنوا بالحليب؟ لا لا ما دهنوهمش بالحليب. ما دهنيوش بالحليب. نعطيو الكوفخي زوينه هادي لي كوفخي خصني نجيب ليها المقادير معايا غدا الخميس. واخا بما جبتي غادي ناخذوا خوله من الدار البيضاء. خوله السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس بخير؟
لاباس الحمد لله، عواشركم مبروكة. الله يبارك فيك علينا وعليك خولة. اختي عافاك، بغيت نسول الشيف هدى، بغيت البريوات ديال اللحم بالبرقوق. بريوات اللحم بالبرقوق، واختي طيبيه وكوليه. واخا لالا اللحم بالبرقوق واخا. شكرا لك خوله. وفعلا الشيف هدى كنديروا بريوات ديال الحوت، كاين بسطرات الحوت كنديروا بريوات الحوت، كاين دجاج كنديروا تاهو. وبقى على اللحم والبرقوق، فعلا كاين اللحم والبرقوق، كاين دجاج بالمشماش، كاين بريوات كثير. يعني ملي كنبغيو نوصلوا لهكا بحال دابا شي حاجه مختلفه، حتى الدجاج بالبرقوق كيجي رائع. اللوز ويلا كنا كنهضروا عليها في الوقيته ديال الاشهار، خدمه هذه في حقيقه ديال البريوات. ماما تصايبوا حداك كبيره وكل واحد عطي طريف كبيره، عطي طريف ديري محنجيك وما ديرو محنجيك. فعلا علاش ما تنديروش هذه القضيه دابا على قبل المنظر وصافي؟ على قبل ديك المنظر كثر الطباسل مع زين حنا وصلوا ما عندك كثر الطباسل. فعلا علاش ما خص كل واحد وبريوته، كل واحد ما حيت هي بينا ما تجيش بخاتك في حقنا كتبقيت هزي. لا شوفي بحال اللي قلت لك، ولكن ما غتعذبيش، ما غتعطيليش وحده وديري لهم العشاء وهني راسك. ودابا في داك ماشي عشاء، كاين كيكون ربعه البريوات من كل شكل، هذا راه عشاء هذا. لا بحال اللي قلنا، علاش قلنا في الاشاره انه نديرو محنشه ونقطعوها، نسيرفيوها وهي مقطعه. محنشه اسهل من اننا نديرو بريوات؟ محنشه اسهل بزاف، لان محنشه كبيره ملي غادي تقطع مثلثات غتقطعيها على شكل مربع على زائد، وعاوتاني ديري هذا تقطعيهم، فديك الربع راه غادي يقدر تاخذي منه غير طريف ولا جوج. ملي كتبقى ديك الدائره كتبقى، يعني هو غياخذوا ديك الدائره الاولى والثانيه والثالثه، كتكون عندك سته ديال الدوائر. فالا خداو وحده جوج ثلاثه راه غيبقاو عندك، يعني الغد اللي غتخديها تسخنيها وتحطيها ما غاديش تضيع. ممكن تبقى تسيرفها هكاك على شكل سيجار، هي مقطعه وهي كتسيرفها هكاك سيجار. يعني ما كتوحيش بالطريقه بقات لك، لا غترميها، ولا خصك تحيدي ديك الورقه لان مايمكنش تحطيها الغد اللي الورقه ما كتكونش مزيانه فعلا. انتي ربما لان البريوات كنديروا على القدر ديالنا. مالا كيف حكي لها عندك شي اعراض مثلا تقدري ديري هذه القضيه بطبيعه الحال. تهني جميل. بريوات اللحم بالبرقوق، اذا غادي ناخذوا بريوات ديال اللحم نحضروا اول شيء، بعدا هو غادي نديروا اللحم يطيب. فغادي ناخذوا ابتداء نشوفوا البريوات اللي بغى يجرب، نبداو حنا غير بربعه اللحم. فهمتي اللي بغى يدير السكيو ديالو، اللي بغى يدير الكيلو ديالو، المهم شوفي رابعه ديال اللحم غادي تعطيك لالا واحد 12 بريوه تبارك الله. وناكلو حنا كاملين قال لي في الدار. فغادي ناخذوا حنا نعطيهم المقطار ديال 250 غرام ديال اللحم، وانتم لكم حريه الاختيار في الدوبلو المقادير. فلكل رابعه ديال اللحم كنديروا لحم عادي، ماشي اللحم غنشريو الهبره ولا غنشريو اللحم العادي ديالنا. غادي نديروه في واحد الطنجره وغادي نضيفوا ليه بصله كبيره مشلده رقيقه، مشلده رقيقه بزاف، يعني تكون مشلده رقيقه. كنضيفوها مباشره للحم، كنضيفوا معاها شويه ديال الزيت، واحد جوج معلقات كبار ديال الزيت ومعلقه صغيره ديال الزبده. غادي نضيفوا عليهم عويه القرفه، عود ديال القرفه صغير، وغادي نخليهم يعني نغطي داك الطنجره ونخليها كتشحر، نغطيها ونخليها كتشحر مده حتى كتدبل ديك البصله مزيان، كتبان ديك البصله دبلات. غادي نزيد عليها حبه وحده ديال القرنفل، جوج حبات ديال المسكه حره كندقهم وكنضيفهم، القرنفل كنضيفها غير هكاك، وكنضيف جوج حبات ديال الهيل ولا قعقله كنضيفهم عليها. كنضيف 4 معالق صغيره ديال سكينجبير، شويه الخرقوم بلدي واحد 4 معالق صغيره، الراس يعني قبصه ديال الابزار ما يكونش بزاف غير يعطيني ديك النسمه خفيفه. غادي ندير الملحه وغادي نشحر الكل مزيان حتى كيتشحر داك اللحم وكتدبل ديك البصله وكتبان ليا دبلات. كنضيف دائما هذه كتخليوها قاعده فيما كنضيف العطريه في الطنجره مع اللحم ولا مع الدجاج، ديما واحد 4 كاس ديال الماء باش ما كتحرقش هي داك العطريه، داك التوابل ما كتحرقش. ياك كنشحرهم مزيان وكنديهم وكنجيبهم حتى كيبان ليا دبلت ديك البصله مزيان وتشحرات وخدات داك اللون اللي انا بغيت، وكنضيف عليها كاس ديال الماء كبير، كاس ديال الماء كبير بطبيعه الحال، وكنضيف جوج حبات ديال التمر. هنا رابعه نص كيلو حتى الكيلو ما كنفوتش جوج حبات ديال التمر، فكنحيد لهم العظم وكنضيفهم وكنخلي اللحم حتى كيطيب. من بعد ما كيطيب اللحم كنهزو كنحيدو، كنحيد هذيك العظومه اللي فيه، وكنرجع كنخيط البصله حتى كتعلق، كتبان لي البصله كنقص عليها البوطه. ملي كنقص عليها البوطه كنضيف فيها شويه، كنحك فيها شويه ديال الزعفران حر.
اللي ما عندوش الزعفران الحر ممكن يضيف نص صدامه ديال الزعفران، وكنخليها كنقص البوطه ونخليها حتى كتاخذ واحد اللون معلك، يعني البصله نشفات من الماء ديالها، بقات غير ديك البصله كتجي دايبه. من بعد كنضيف عليها هذاك القطع ديال اللحم، مجرد انني كنضيف قطع ديال اللحم كنضيف فيهم معلقه حتى جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، اولا الى عندي الحليب المركز المحلى اللي هو كراميل كنضيف منه معلقه كبيره، كيجيب داك اللحم معلك، كيجي اكثر، كيجي معلك اكثر. فيا اما معلقه كبيره ديال الحليب المركز المحلى، اولا كندير جوج معالق كبار ديال السنيده وواحد ربع معلقه صغيره ديال القرفه، وكنشحرهم هكا، كنحرك بواحد الغرفه ديال العود، وكنقص البوطه وكنخليه حتى ياخذ عندي واحد 15 دقيقه واحد ربع ساعه، وهو كيتعلق ديك اللحم سواء كان السكر اولا كان الحليب المركز المحلى، البوطه تكون مهيله شويه، ونخليه حتى كيولي شرب ديك السكر وبان ليا تعسل وخد ديك اللون البني، لان غنديروا فيه شويه ديال القرفه غادي تاخذ ديك اللون اللي هو بني. غنحطوه حتى كينشف على خاطره، كنحطوه كينشف، كنحطوه يبرد، كناخذ البرقوق كنديروه في ماء مغلى، كنخوي عليه الماء مغلي، ماء مغلى، خليه نغطيه ديما البرقوق، ما عمرنا نديرو عليه الماء ونديرو على البوطه مباشره، يدار هكا في كاسرونه فيها الماء غلى، نطفي البوطه نلوح فيها البرقوق ياك، واحد ربعه البرقوق يعني يقل غير نص ربعه، لان عندي غير ربعه اللحم فغير نص ربعه ديال البرقوق، كنديرها في الماء، كندير عليها شويه ديال الزهر، واحد ربع معلقه صغير، نص معلقه صغيره ما دايره ديال الزهر، وكنغطي ديك الكاسرونه وكنخليها، فما كنشعلش عليها البوطه، كنخليها مده نص ساعه. مني غنجي غنصفيه من داك الماء، لانه هو شرب ديك الماء ديال البرقوق وتنفخ حتى ديك اللون اللي هو كحل كيتحيد، فكنصفيه، كناخذ الموس من راس ديال الموس كنحلو، كنحل ديك البرقوق وكنحيد لها العظم، عاد كنديرها. فهاد الطريقه ديروها حتى الا غتخضري اللحم بالبرقوق، ماشي ضروري حتى ناكلو البرقوق ونبداو نحيدو العظم، هادي ماشي ضروري نبقاو نهزو نبقاو نحيدو نقلبو فين نحطو داك العظم، واش كاين التبصيل ونخشي تحت التبصيل فهمتي، فنحيدو نعسلو مباشره نبداو نخضر به اللحم عادي. فكناخذوه ملي كنحيدو العظم كنرجعو الكاسرونه وكنديرو عليه واحد ربع كاس ديال الماء، لان تنفخ في الاول صافي خدا ديك القياس البرقوق، ما كي هنا انا عطينا غير نص رابعه، فاذا كانت عندي رابعه غندير نص كاس، عندي غير نص رابعه الماء غندير غير ربع كاس ديال الماء، غادي نضيف معاه نص معلقه صغيره ديال الزبده. دابا شحال ديال الماء؟ دابا غير ربع كاس الماء. كاسرونه اخرى في كاسرونه، يعني صفيتي وحيتي رجعي نفس الكاسرونه ديالو، ديري معاه ربع كاس ديال الماء، ديري معاه هادي حبه ديال مسكه حره، كنضيفوا معاه عود القرفه، ما كنديروش القرفه البرقوق هو اصل اللون ديالو مغلوق، وكنزيدوا عليه القرفه، القرفه كتكون عود فيه ما كطيبش فيه، القرفه هكاك كتكون عواد، كناخذ كندير عود ديال القرفه، نص معلقه ديال الزبده، مسكه حره، واحد شويه ديال القعقله يعني حبه او جوج كنهرسهم وكنضيفهم، شويه الزعفران حر كنضيفوا ليه، وكنغطي داك الطنجره نغطي ديك الكاسرونه ونخليها حتى كطيب، حتى كيبان ليا غير واحد جوج دقائق، ملي كيبدا يبان ليا غطيه والبوطه ما تكونش مجهده ياك، من بعد جوج دقائق صافي، جوج دقائق غادي نزيد له السكر لان غنعسلو اوكي، فغادي نزيد له السكر ونضيف ليه السكر ياك، ملي غادي نص ربعه غنضيف ليه معلقه كبيره، مجرد انني كنضيف ليه السكر كندير جوج معالق ديال الماء مع داك السكر، جوج معالق كبار مع الماء كنضيفهم له ياك، ويعني معلقه وحده ديال السكر فيها جوج معلقات الماء كنضيفهم، وكنبقى نديه ونجيبو حتى كيبان ليا تعسل داكو، حنا ما بغيناش فيه الماء ديالو، بغيناه ينشف في الماء ديالو. هنا انا كنقول بالنسبه للبرقوق اللي يكون شويه تامر يعني غليظ شويه، اما الا عندي داك البرقوق اللي ناشف اللي هو قاصح شويه غادي يعذبني في الطياب، فمن بعد ما كنرقدو في المطايب كنصفيه ياك، وكنرجع كندير له عوض ما ندير له ربع كاس الماء، خصني ندير ليه واحد كاس لاروب باش يشرب ليا الماء لان غيكون قاصح، اما الا كان داك البرقوق اللي هو رطب و تامر فحال اللي كنقولوا ما غاديش ياخذ ليا كميه الماء، فربع كاس كافيه، اما الا عندي الاخر كنستعمل كاس لاروب ديال الماء ياك، فكنخليه فوق البوطه نفس الطريقه كنديروها سواء ربع كاس الماء او الكاس لاروب، فهما لهم حريه الاختيار، كناخذ كنخليه حتى كينشف الماء ديالو وكنرجع كيبرد كنقطعو وكنضيفو اللحم ياك. وهنا عندي حاجه اخرى ممكن نضيفها حبيبتي خوله، ممكن تضيفيها، هي شويه ديال اللوز اللي كيكون عندي واحد نص رابعه ديال اللوز، كنجيبها كنسلقها وكنقليها
كنقيها بطبيعه الحال ونقليها ونهروش رقيقه وكنضيفها. كتبقى اختياري الا بغيتي تعطي واحد النكهه خاصه للبريوات ديالك. صافي كنضيفوا داك القطع ديال البرقوق اللي كنعمروا بريوات. صافي بالراحه. وشحال فيهم ديال الخدمه؟ لا غير الشرح، غير الشرح ديالهم هما ساهلين. تسدي على الحميطه ودير البرقوق. انت كلشي عندك ساهل. ناخذوا ليلى من رحمنا. ليلى السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ لاباس كبير. انت الله يبارك فيك ليلى. مرحبا لي يا حبيبتي. تفضلي. مبروك عليكم العواشر. الله يبارك فيك علينا وعليك. كنت عندي واحد السؤال لاخت هدى. مرحبا تفضلي. بغيت تعطيني شي طريقه ديال صوب الريب. انا سمعت هذيك الطريقه ولكن حنا غير في الباديه ما عنديش انا هذوك المقادير اللي قلت. الريب واخا تعطيها طريقه سهله. شنو عمرك شنو ما كتس اللي ما عندهاش؟ ما عرفتش شنو ما عندك. شنو راه درنا غير الفواكه. الياغوت انا ما زعاد ما قدرش. عندكم ياغوت؟ عندكم كاين. ياك هذا الفاكهه عادي، يا اما بنان اما خوخه اما ياك هادشي كاين. كاين صافي. واخا انا نعطيك بعدا الطريقه. واخا انا نعطيك قبل من الفواكه غادي نعطيوها الطريقه اللي هي سهله. ياك اطروت الحليب كتقسميه على جوج ليلى. ياك ليلى كتسمعيني؟ اطروت الحليب كنقسموه على زوج. نص سيترو كتخلطي مع ياغورت عادي ديال الفاني ياك وشويه السكر على حسب الذوق ديالك، ونص سيترو الاخر كتغليه. ملي كيغلى كتخلطيهم بزوج. ايه ماشي فوق العافيه، ماشي حتى تحيدي داك من العافيه وتتخلطيهم بزوج. خلطيهم مزيان 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 مزيان. ديري في كويسات، ديري في كوكوت فيها الماء مغلي فيها تقريبا يكون واصل النص ديال دوك الكويسات. سديها، ديري لها الصفاره، خشيها في شي مانطا، خليها شي 6 ولا 7 السوايع. بزاف بزاف. انت راه كنبغي يجمد انا بحال فلان ما تيجمدش. المهم واحد 4 ساعات ومن بعد خرجيه دخليه للثلاجه. واخ شكرا. صافي ليلى شكرا ليك. انا بصح نيتي داك الريب ديما تنقلب انا تنبغي تنبغي قصح ما تيقصح، هو اصلا ما تيكونش قاصح. ما كيكونش قاصح الا بغيتيه قاصح اكثر. اي الا بغيتيه قاصح شويه دير جوج ياغورت غادي يقصح لك جامد. تاكلي ندير جوج ياغورت. جوج ياغورت حيت انا داكشي سولت قبيله قلت لك واش ممكن ندير اكثر من ياغورت باش يجمد لي. قال لي انا واحد الراس ندير معاه شويه الفلون. وقلت ما عرفتش واش يصدق ولا لا التجربه هذه. في نهارك انت قلت نسول هدى. لا لا علاش ما يصدقش؟ حيت ياغورت والفلون لا. اه هاد جوج اللي ما يتلاقاوش. هكذاك ديري جوج ياغورت وغيجمد لك. جوج ياغورت يجمد. الحليب بودره كيجمد بزاف الريب. نزيدو شكلاط ابيض طبعا الحال كيجمدو. شكلاط ابيض نقدر نجمدو عوا السكر ديري شكلاط ابيض. شكلاط ابيض اذا شكلاط ابيض اولا ياغورت اولا الحليب غبره. اولا الحليب شحال نديرو ديال الحليب غبره؟ ديال الحليب بودره كضيفي واحد ثلاثة المعالق كبار. ثلاثة المعالق كبار الا بغينا يجي قاصح مزيان. واخا لالا هدى اليداري غادي نشوفوا شويه ديال الرسائل ديالكم كذلك عبر الاس ام اس على رقم 5566. مسمعه كتقول لك صباح الخير، هذه حياه من الدار البيضاء عفاك بغيت من عند هدى وصفه ديال كلاص بحال ديال المحلات الكبار ديال لي كلاص. وقال لك لالا سلام انا بغيت شي حشوه تكون سخونه ديال البطبوط. عطينا اليوم باردين غدا نعطيو ان شاء الله بعد غدا نعطيو حشوات اللي هما سخان. كذلك اس ام اس يقول لك سلام عفاك انا ما تصدقلياش المسمن عامر كيتقطع ليا. فوالا شنو السر؟ كتكون العجينه ما معجوناش بزاف ولا كيفاش ما معجوناش؟ مدليك زعما مدليك وهي تبغي تكون خفيفه. العجينة ما تكونش فيها خميرة الخبز. إذا كانت فيها خميرة الخبز كتقطع. هذا ديال التعمار. إذا كانت فيها خميرة الخبز تقطع. تبدا أنت كتورقيها وهي كتقطع. فالعجينة ديال المسمن اللي معمر دائما نص كيلو ديال الفرص، رابعة ديال الفينو ياك ولا رابعة ديال الزرع اللي كتشطيه كتحيدي ليه النخالة كتخلي غير العجينة. ماشي الفينو أكثر من الفرص؟ لا. ديما مقلبه في هذه القضيه. تنقول زعما كيعطيكش الفيلتاج الصحي زعما فهمتي نديرو زعما الزرع شطي الزرع كيجي هذا الشيء زوينه هاد الشطي واعره تغرب لي. منين خرجتي هذه؟ من اكيد الشطي
عطيه كيقولوها الناس ديال الباديه، ورائعين تحيه لكل الناس ديال الباديه اللي كيقول انا شخصيا كيعجبني داكشي ديالهم. كتاخذ غربه كتقول لك غتشطيه، هي غتحيد ديك النخاله والحمراء وغتاخذي غير داك الفينو اللي هو طبيعي، ماشي مستخدم، ماشي مخدوم، ماشي يعني كيجيبوه كتشطو. هي اللي كتقول كيحيدوا ديك النخاله، مره يفهموا دابا من الاخرى تشطو، كيحيدوا ديك النخاله والحمراء وكياخذوا فقط ديك الزرع ديال بحال ديال بحال فينو. حيت بيني وبينك هذا المسمى اللي تيكون يعني معمر وكيكون فيه الفرص بزاف كيجي مرخي، يعني ما هيكش باش تخدميه. الله اكبر، شكرا. اذا المشكل في الخدمه. الا ما عرفتيش تخدميه ما يديرش. انا خدمت واحد المسمى، انا تيعجبني يكون واقف المسمى، لا تشديها، ما تكونش واقف يعني ماشي كتشديها ويا فهمتي، وخصوصا اللي كيكون ما كيكون عام تيكون ديال الفران، تمشي ديال الفران تنطع لا مسكينه لا بلاش ياك تيجي واديما هكا وفي الحشوه وتكملي عليه بالزيوتات، زيد بالحشوه وتكملي عليه في الطياب الفران ما غاديش يجي. طيب بالنسبه للكلاص غنخليو الحلقه الماجيه ان شاء الله بحال ديال قالتك الزنقه، بحال ديال المحلات، عرفتي شنو بحال ديال المحلات على برا ان شاء الله. وكذلك الحشوه اللي هي ساخنه غادي نعطيوها ان شاء الله في حلقتنا القادمه. كنشكرك الشيف وداليا داري خبيره في الطبخ، وكنذكركم انه الوصفات اللي عطينا اليوم هي عطينا بريوات ديال اللحم بالبرقوق، عطينا عصير بارد، عطينا كلاص اللي ممكن كذلك نستعملوا في هذا العصير، عطينا الريب بمذاق الفواكه، وعطينا العماره ديال البطبوط او المسمن في الفران سخونه، وعطينا العماره ديال البطبوط بارده بالخضر كذلك، وعطاتنا كذلك حسنه من القنيطره حلوه ديال الكوك، غتلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك اسره شوف شديفة.